جديدة لتقشير الثوم، طريقة سهلة وممتازة ومريحة للأسرة المنزلية. هذا هو أول شيء، مفتح نجيب أطراميز فاضي ومنحط هذا الثوم بقلبه. عليكم تحطوا الثوم بقلبه وتسكر بإحكام الغطاء، وعملية سهلة وبسيطة. عملية سهلة وبسيطة، والثوم كله بتقشر وبطلع كل شيء لحاله بدون ما تتعذبي يا ست البيت. جاهزين؟ خلاص، هلا هذا الثوم تقشر، وتفضلوا وتفرجوا كيف طلع الثوم بدون ما نمد عليه اي مشاكل. واي هاي طريقه جديده علمناكم عليها، وربي يوفقكم وادعونا بالخير والسلامه.